بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. حلقتنا النهارده هتبقى زي ما حضراتكم عارفين او متعودين معانا، بتبقى النص الاول مجموعه من الاخبار وتعليقنا عليها، والنص الثاني بيبقى فيه فقره حواريه. التنس الارضي الحقيقه في النادي الاهلي من الالعاب المهمه واللي ليها تاريخ طويل في النادي الاهلي، ويمكن عظماء الالعاب كلها بيلعبوا تنس ارضي. يعني هتلاقي شفنا من فتره كابتن وائل جمعه بيلعب، هتلاقي كل اسامي الكبيره ويعني سواء السابقه او الحاليه بيلعبوا تنس ارضي. التنس الارضي او مجتمع التنس الارضي في النادي الاهلي مجتمع عريق جدا جدا، واللعبه عريقه جدا، وخرجت ابطال اخرهم طبعا ماهر شريف نجمتنا العالميه طالعه من النادي الاهلي. فطبعا يمكن مظلوم اعلاميا يمكن التنس الارضي في النادي الاهلي. في الحقيقه احنا انتظرنا اول حدث كبير حصل او حدث مهم حصل في بدايه الموسم، وهتبقى حلقه النهارده او الفقره الحواريه مع التنس الارضي. هيكون معانا كابتن محمود عبد المبدي المدير الفني للتنس الارضي، وهيكون معانا نور احمد شافعي لاعب 16 سنه، وهيكون معانا احمد ياسر حسني لاعب 16 سنه. ليه؟ لان احنا خدنا الدوري العام في 16 سنه ومحتاجين نتكلم عن تفاصيل اللعبه والعظماء اللي لعبوا اللعبه في النادي الاهلي، وايضا النجوم او اللعيبه البروميسنج الواعدين ان هم يبقوا عالميين في التنس. كان مهم جدا نعمل حلقه عن التنس الارضي النهارده، تابعوها ان شاء الله تشوفوا كل حاجه جديده عن النادي الاهلي في التنس الارضي. خلينا نروح للانترو بتاعنا او المقدمه. الشهر ده كان فيه احداث مهمه في الالعاب الاخرى في النادي الاهلي، يمكن كان فيها مباراه السوبر الافريقي لكره اليد، عندنا مباراه الاهلي والزمالك لكره اليد بكره ان شاء الله، وعندنا يوم 30 سبتمبر انطلاق البطوله العربيه لكره السله للفريق الاول لكره السله. خلاص ماتش السوبر عدى، عندنا بكره مباراه الاهلي والزمالك، كلنا ثقه في فريقنا، كلنا ثقه في الجهاز الفني ان شاء الله. اللعيبه والجهاز الفني قادرين ان هم يعني يحسموا اللقاء بكره ان شاء الله. ليه انا بقول كده؟ بقول كده لان مباراه بعد مباراه اللعيبه دي بتكتسب خبرات، وشفنا الاداء بيتطور بعد الاحتكاكات. انتوا عارفين طبعا ان متوسط اعمار الفريق صغير وبيعتمد على اللعب الجماعي، يمكن فريق جديد، فريق بيتبني بشكل يعني بقاله سنه او اتنين، كل ماتش بيكتسب خبرات. اكيد هم بعد ماتش السوبر احسن، بعد مباراه الدوري والكاس اكيد هم احسن. انا بقول ثقتي في المكسب جايه من ده، جايه ان فرقتنا ان شاء الله يوم بعد يوم بتتحسن، وقفلوا على نفسهم واشتغلوا، ربنا يكرمهم. كابتن طارق محروس بيبذل مجهود معاهم، اللعيبه ما بتتاخرش. انا كنت في النادي الاهلي امبارح وشفت اللعيبه هم خارجين من التمرين، الحقيقه باين عليهم التركيز والتعب، يعني باذلين مجهود. والله كان بالصدفه، انا ما كنتش قاصد ان انا ادخل الملعب او شتت تفكيرهم، بس هم كانوا متجهين لغرفه اللبس وانا كنت قاعد امبارح في النادي، شفت قد ايه باين اللعيبه طالعه مجهود في التمرين، التركيز، لمين بعضهم. ان شاء الله كلنا ثقه بكره في مباراه الاهلي والزمالك، ان شاء الله يكون الفوز حلفنا وتبقى خطوه جيده للدوري. احنا اكتر فرقه حامله لقب الدوري المصري، ان شاء الله بكره نعزز ده بفوز وناخد الصداره لجدول ترتيب الدوري العام ان شاء الله. ده كان الحدث الثاني في الشهر. عندنا الحدث الثالث 30 سبتمبر ان شاء الله البطوله العربيه لكره السله. البطوله العربيه لكره السله مستر اجوستي بوش زي ما حضراتكم عارفين تولى المسؤوليه ممكن من شهر تقريبا، والفريق كان في المنتخب او اغلب لعيبته، اربع لاعبين كانوا في المنتخب، جمع الفرقه، بدا يتمرن، صعد اللعيبه الناشئين. كان ليا الشرف ان انا حضرت تمرينتين او ثلاثه للفريق، لعب بطولة القاهرة وزعنا المباريات على شاشتنا، خدنا مباراة. الأداء كان اعتماد كله في الأداء على الناشئين لغاية ما انضم رباعي المنتخب، إيهاب أمين وطبعا عمر طارق وعمر الجندي وعزب انضموا للفريق، طبعا مع المحترف لسه بيتعالج، لسه ما انضمش للفرق، يعني يمكن عنده شد بسيط في الضمة، يا رب إن شاء الله يلحق البطولة العربية. إيهاب أمين كان معانا الحلقة اللي فاتت وطمنا بشكل كبير إنه ممكن يلحق البطولة العربية، زائد فكوادي اللعيب الأمريكي اللي انضم للفرقة بس البطولة العربية عشان يلعب معنا البطولة العربية. إذا الفرقة استعدت بشكل مش وحش. طب البطولة العربية دي أنا بس بطالب إن احنا نصبر على الفريق، دي لسه في أول الموسم. مستر أجوستي بوش يعني للجهاز الفني ولكل الناس قال لهم أنا ما عنديش بطولة هقدر أشارك فيها مش هشارك فيها. هو بيبص إنه يبني فريق، بيبص إنه يعمل يعني مستوى جيد للفريق يقدر بيه يروح على السوبر المصري او دوري السوبر او الدوري المصري نقدر ناخده اللي غاب عنا عده سنوات. القصد اقوله ان البطوله العربيه دي احتكاك قوي. طيب البطوله العربيه تقول لي يا كابتن طب انت ليه بتقول لنا كده؟ صدقوني البطوله العربيه بتبقى قويه زيها زي بطوله افريقيا. يمكن بطوله افريقيا بتبقى قويه شويه ان في اربعه اجانب واثنين في الملعب بيبقى الموضوع شويه، بس هو نفس القصه في اثنين اجانب.
موجودين في الملعب في البطوله العربيه، زائد فرق كتير جدا بتبقى صرفه وجايبه مدربين وكوتشات اجانب. بطوله صعبه، انا لعبت يمكن 10 بطولات من البطولات العربيه دي يمكن، يعني كتير، فعارف قد ايه البطوله بتبقى صعبه جدا، وتجربه قويه جدا للفريق عشان يستعد. احنا مش هنطالب الفرقه طبعا، احنا بنلعب ان احنا نكسب ان شاء الله والفرقه تكسب، بس صبرا على هذا الفريق، لسه في فكر جديد، شغل جديد دفاعيا وهجوميا، هنشوف الفرقه بشكل قريب منهم ان شاء الله، يكون يعني باذن الله زي ما بيقولوا التوفيق حلفنا باذن الله في البطوله العربيه اللي هتنطلق يوم 30 سبتمبر اللي احنا فيه في اسكندريه. اول مباراه لينا هتكون مع بطل اليمن، هيكون في صاله الشطبي، صاله الاتحاد السكندري، يوم 30 سبتمبر ان شاء الله. كل التوفيق للفريق الاول مستر اجوستي بوش واللاعبين. احنا نروح طبعا لاخبارنا برضو زي ما اتكلمنا في الانترو. خبر الاهم والابرز هو ماتش بكره لكره اليد بين الاهلي والزمالك، والمباراه تقام الساعه 4 العصر في قناه في هيئه صاله قناه هيئه السويس، صاله هيئه قناه السويس بمدينه الاسماعيليه. فرقتنا طبعا فازت بالجولتين الاولين، حضراتكم عارفين كنا بنلعب البنك الاهلي ولعبنا 6 اكتوبر وفزنا في المباريتين، كان خميس والجمعه السادس اللي فاتت. والمنتخب راح تجمع اللاعبين حد واثنين مع المنتخب، رجعوا الثلاث اتمرنوا مع الفرقه 3-4 تمرين. بكره ان شاء الله الماتش الخميس زي ما قلت لحضراتكم، يعني ربنا يوفقهم. اتمنى الفريق ده بجد كل التوفيق، لانه الفريق ده يعني شاب وفريق واعد وفريق زي ما بيقولوا يعني بيتم بناؤه بشكل للمستقبل، فتمنى ليه كل التوفيق ان شاء الله. هنروح لكره اليد سيدات، الاهلي يكتسح اليوبلس ببطوله منطقه القاهره سيدات اليد. الفريق الاول لكره اليد بقياده الكابتن يحيى يوسف لعب ماتش مع اليوبلس، كسب 44-12. الشوط الاول كان خلص 20-3، وبعد كده زودنا الفرق، وصل في الشوط الثاني ل 44-12. الماتش اللي جاي مع هوليدو كل ده في بطوله القاهره هيكون السبت الجاي على صالتنا برضو، زي ماتش هليوبلس ما كان على صالتنا برضو. فرقتنا زي ما حضراتكم عارفين بذكركم، السنه اللي فاتت فازت بكل البطولات، قاهره ودوري وكاس وسوبر، فازت بالاربع بطولات، فازت بالاربع بطولات في الوقت اللي السنه اللي قبل اللي فاتت كنا خسرنا لقب الدوري، وكان عندنا تجديد واحلال وتجديد ولاعيبه ولاعيبات بطال ولاعيبات ناشئات تصعدوا. فنتمنى ان شاء الله الفرقه السنه دي تحصد رباعيه، بدايتنا اهو بطوله القاهره، ان شاء الله نحصد هذه البطوله وتبقى بدايه جيده لفريق كره اليد سيدات. هنروح لكره السله رجال، احنا كنا بنتكلم برضو في الانترو ان بطوله القاهره اتلعبت خلاص، خلصنا مجموعتنا، التامين لاعب الجيش في الثاني والثالث. يمكن بطوله القاهره عامله الجدول زي بطوله افريقيا، وده الكلام اللي احنا كنا بنقوله، لازم المنافسات دي 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 مباراه من او لقطات او صوره من مباراه القاهره، ماتش القاهره اللي كان الاخير على صالتنا في صاله الشهداء، ما تلعبش على الصاله الكبيره. خليني بس اقول لكم حاجه، انه بطوله القاهره عملت الجدول او المسابقه زي بطوله افريقيا، عملت مجموعه من اربع او خمس فرق، الاول بيصعد الخامس بيخرج او والاول بيتاهل لدور قبل النهائي مباشره، وبيحصل كروسات بعد كده عشان يطلعوا الدور قبل النهائي زي افريقيا، بس افريقيا زودت دور الثمانيه عشان كان عدد الفرق كبير، اربع مجموعات هنا مجموعتين بس. فده الكلام، ده الشغل انت تبقى بطولاتك متناسقه مع بطوله افريقيا عشان اللاعب يبقى في نفس المود بتاع بطولات افريقيا. طيب الماتش يعني او الماتش هيتلعب امتى؟ هيتلعب النهارده ان شاء الله الساعه 8:30 على صاله استاد القاهره. مصر التأمين لعبت الجيش، في مفاجأة مصر التأمين كسب الجيش، وعشان يلاقي النهارده النادي الأهلي في قبل النهائي، النهائي إن شاء الله هيكون يوم السبت بإذن الرحمن اللي جاي. الناحية التانية الجزيرة بتلاعب فرقة تانية، وغالبا الجزيرة هي اللي هتكسب وهيطلعوا في الفاينل إن شاء الله، الفرقتين يلعبوا يوم السبت. كل التوفيق للفريق، ده برضو أحد البطولات اللي قلت لكم عليها مستر أجوستي بوش، بالرغم من أول أربع ماتشات كان فيهم مباريتين صعبين منهم الجيش وكان بيلعب بالناشئين، ولكن فضل إنه يلعب برضو المباريتين، إذا كلامه متناسق او متماشي مع اللي بيحصل، قال لك مفيش بطوله هتيجي قدامي مش هشارك فيها، قد بطوله القاهره شارك بالرغم من نقص العدد اللي كان موجود، البطوله العربيه جايه هيشارك ان شاء الله، البطوله الدوري طبعا الدوري المرتبط، دوري السوبر، الكاس، كل حاجه هو مشارك فيها بشكل كبير، ربنا يوفق ان شاء الله الفريق في ما هو قادم. زي ما قلنا على البطوله العربيه، خلينا نتكلم بتفصيل بقى عن البطوله العربيه. قرعه البطوله العربيه لكره السله رجال الرقم 25 وهتتلعب على صاله الشطبي وصاله برج العرب في الفتره من 29 سبتمبر ولحد 9 اكتوبر اللي جاي. الاهلي بقى في المجموعه الثالثه، معانا شعب حضرموت اليمني والفتح السعودي وداد بوفريق الجزائري. ولو رحنا لباقي المجموعات هلاقي الاتحاد السكندري جه في المجموعه الاولى مع انديه مين؟ البليده الجزائري، اتحاد فتح المغربي، الميناء اليمني، اما المجموعه الثانيه فضمت الشرق الاماراتي، اليرموك الكويتي، الوكره القطري، اليوناني السوداني، الزهراء التونسي.
المجموعة الرابعة ضمت كل من بيروت اللبناني، البطائح الإماراتي، الكويت الكويتي، الغرافة القطري، المنامة البحريني. هيتأهل أول وتاني من كل مجموعة لدور الثمانية. طب خليني كده معاكم أقول لكم مين أقوى الفرق بالتقريب، يعني بمتابعتي للفرق العربية هقول لكم مين أكتر الفرق أو أكتر فرق قوية. طبعا الأهلي والاتحاد من مصر ده أمر مفروغ منه. عندنا مثلا الفتح السعودي بيجوا بأجانب كويسين، الفتح السعودي فريق كويس وفريق ماشي كويس هناك في الدوري، هيبقى فرقة كويسة. وداد بوفريق الجزائري فرقة مش وحشة، يمكن مش عندهم مواهب كبيرة هيبقى، ولكن بيميلوا طبعا لعب شمال أفريقيا، اللعب القوي، اللعب السريع، اللعب اللي فيه التحامات قوية تحت الحلقة. الفرقة دي أكيد قوية. هنروح لمجموعة الاتحاد الاسكندري، هنلاقي البليدة الجزائري نفس الكلام، واتحاد الفتح المغربي، هيكونوا دول أقوى فرقتين برضو في مجموعة الاتحاد. عندنا في المجموعة الثانية الشرق الإماراتي، اليرموك، الكويت، الوكرة القطري. الوكرة القطري هيكون أقوىهم. ليه؟ لأنه بيبقى فيه لعيبة مجنسة ولعيبة أجانب، فرقة بتبقى قوية جدا. والزهراء التونسي فريق قوي، الزهراء التونسي فريق قوي، يعني ده من الفرق القوية، يعني أنا برشح يعني الفرق. نروح للمجموعة الرابعة، بيروت اللبناني قوي جدا. بيروت اللبناني هو أحد الفرق الأبطال في لبنان، وجاي بأجانب أقوياء جدا، وأنا كنت شفت لستة الأسامي وهم وصيف البطولة اللي فاتت، ونادي الاتحاد كان البطل وبيروت اللبناني كان هو الوصيف. في البطائح الإماراتي، الكويت الكويتي فريق قوي، والغرافة القطري بطولة زي ما قلت لكم قوية، بطولة قوية. يمكن احنا القرعة خدمتنا شوية ان احنا في مجموعة تصاعدية، هو بيبقى حلو لما تبقى انت مجموعتك تصاعدية تخش على دور الثمانية واقف على رجلك. نادي الاهلي لو نجح انه ياخد المركز الاول في مجموعته هتريحه جدا، وهنبقى بشكل كبير وصلنا لدور قبل النهائي. قبل النهائي والنهائي بتبقى ليها حسابات تانية خالص، وزي ما قلت لحضراتكم هيتاهل اول وتاني من كل مجموعه بقوا ثمانيه لدور الثمانيه. بطوله قويه ان شاء الله باذن الله تبقى اضافه قويه لكره السله المصريه. خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نتابع او نكمل اخبارنا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. هنروح لسيدات الاهلي. سيدات الاهلي عندهم بطوله القاهره زي الرجال، بس يمكن الموضوع اتاخر شويه عشان المنتخب في الكاميرون بيلعب بطوله افريقيا. فسيدات الاهلي يعني اتعملت القرعه في بطوله منطقه القاهره، السيدات عندنا وقعوا في المجموعه الاولى. مين المجموعه الاولى؟ الغابه، الشمس، هليوبلس، الطيران. مجموعه جامده، وطبعا بالاضافه النادي الاهلي. فرقتنا هتبدا المشوار يوم 2 اكتوبر اللي جاي قدام الغابه، وبعدين هنلعب مع الطيران يوم 3، وثالث ماتش لينا هيكون قدام الشمس، 5 ورا بعض، مفيش وقت لان طبعا اتضغطت مش زي الولاد. اما اخر ماتش فهيكون مع هليوبلس يوم 7 في نفس الشهر. مين المجموعه الثانيه؟ المجموعه الثانيه الجزيره، مصر، التأمين، مدينه نصر، القاهره، الزهور. وزي نظام الرجال بالضبط بالظبط، هيطلع اول كل مجموعه نصف النهائي ويلعب ثاني وثالث المجموعه الثانيه، والرابع والخامس هيودعوا البطوله من الدور الاول. خليني اقول لكم كمان انه فرقتنا هي حامل اللقب. السنه اللي فاتت كنا نزلنا الماتش على قناه النادي الاهلي ضد نادي الجزيره، ودي بدايه كويسه للفريق. والمهم انه تبقى استعداد جيد للموسم، بتبقى كويس قوي انت تبتدي بطوله في الاول كده ما تبقاش قويه. خليني اقول لكم ان منطقه القاهره هي اقوى منطقه، انت عارفين كل اتحاد بيبقى ليه مناطق، منطقه القاهره، منطقه الجيزه، منطقه الصعيد، منطقه القنال، اقوى منطقه ويمكن هي تضم اكبر انديه او معظم انديه او اكبر عدد من الانديه منطقه القاهره. في انديه كتير جدا وانديه بتشارك في بطوله القاهره، يمكن ما يكونوش بيشاركوا بشكل كبير في الدوري الممتاز، بس بيشاركوا زي شفنا مصر البترول فريق كره السله رجال شارك في بطوله القاهره. فبطوله القاهره او بتبقى كبيره وانديه كتير، فبتبقى احتكاك جيد لاي موسم انت قادم عليه. والنهارده توقيت كان كويس جدا منطقه القاهره، احنا بنحييهم على ده، كان توقيت كويس انهم يلعبوا البطوله في التوقف ده، واللي يشارك ناشئينه واللي يشارك لعيبته الكبار واللي يريحهم، يعني كان في توقيت جيد جدا. خلينا نروح لمنتخب كرة السلة سيدات. انتوا عارفين دلوقتي بيلعبوا بطولة افريقيا في الكاميرون. منتخب السلة وقع في بطولة غينيا او مجموعة فيها غينيا والسنغال، كسبنا غينيا وخسرنا من السنغال بعد ماتش قوي، تأهلنا لدور الثمانية، لعبنا تونس، دور ال 16 لعبنا تونس. تونس كسبناها الحمد لله بفرق كبير جدا 85-36، ويبدو ان منتخب سيدات تونس ليس كمنتخب الرجال. طيب هنلاعب مين؟ طلعنا عشان نلاعب في دور الثمانية الكاميرون، صاحبة الأرض والجمهور، واحنا يمكن لعبناهم في الفتره اللي فاتت عدد كبير من المباريات، فازوا علينا 2 وخسرنا، او فازوا علينا 2 وخسرنا مباراه منهم، فازوا علينا 2 وكسبنا مباراه واحده، احنا فزنا 2 وهم خسروا. يعني قصدي اقول لكم ان احنا كعبنا عالي على الكاميرون، كعبنا عالي على الكاميرون. طيب ايه الوضع اللي اختلف؟ الوضع ان المباراه بتقام على ملعب الكاميرون، بس لو قدرنا نكسب هيكون انجاز كبير وصلنا لدور قبل النهائي. انا عايز اقول لكم فريق نيجيريا فريق مرعب، السنغال مرعب، مالي
مرعب جدا، فالحمد لله ان احنا تجنبناهم في دور الثمانيه. كاميرون نقدر. طيب مين بيقود المنتخب؟ ايهاب الالفي احد ابناء النادي الاهلي، وفي سته من لاعبات من اصل 12 من النادي الاهلي، ثريا محمد ونادين السلعاوي وفريده وائل رنيم الجداوي نور علي طلعت ندى نافع من اصل 12 بيشاركوا مع المنتخب من النادي الاهلي. كل التوفيق. كان رنيم سمعنا ان عندها اصابه وما لعبتش الماتش اللي فات، نتمنى ان شاء الله انها تبقى حاجه بسيطه وتلحق الكاميرون. عايز اقول لكم حاجه طريفه بقى، يعني هناك انتوا عارفين لما احنا كلنا كنا بنسافر افريقيا في الالعاب وكنا بنعاني جامد جدا في افريقيا من الظروف الصعبه. انا بحب افريقيا عامه يعني، انا كنت احب اسافر افريقيا، بس يبدو الحال في السيدات بقى اصعب شويه. يمكن نور قطع هناك في الاوتيل، ونور قطع فتره طويله جدا. دي صوره دي صوره من يعني هم بيتناولوا وجبه العشاء، وكان النور قاطع، والنور قاطع ساعات طويله لدرجه ان الاكل اللاعبات واخدينهم معاهم، والجهاز الفني ايضا كان واخد معاه اكل، وضع طبيعي احنا كنا بنسافر بناخد معانا اكلنا. باظ في الثلاجات، والموبايلات فصلت شحن. يعني تخيل بقى رجعت لحياه ولا تلفزيون ولا موبايل ولا انترنت ولا اكل كمان. فالموضوع كان صعب، وكان الدنيا هنا في مصر طبعا اتقلبت، لان فجاه اتقطع الاتصال مع البعثه. ولكن دور السفير المصري هنا كان مهم جدا، وصفحه الاتحاد المصري لكره السله نزلت شكر للسفير المصري في الكاميرون، لانه واضح انه قام بدور كبير عشان يطمن اهالي اللاعبات واهالي الجهاز الفني ان الدنيا تمام، وبس هي الموبايلات اللي قطعت شحن. لانه بيبقى موضوع صعب جدا ان انت مسافر، ودايما بيبقى فيه على مواقع التواصل بيبقى فيه تواصل مع اسرتك، وفجاه انقطع الاتصال، تليفوناتك مقفوله، مش عارف توصل لحد. ولكن الظروف في افريقيا بتبقى كده. وانا الحقيقه كنت بحب اروح افريقيا في الظروف دي، لانه افريقيا كلها خيرات. انا كنت احب انزل اعمل شوبينج في الاسواق. يعني افريقيا ما زالت بتحتفظ بطابع كده مهما مر الزمن بتفضل محتفظه بيه. بس ان شاء الله بناتنا قادرات ان هم ان شاء الله يتاهلوا قبل النهائي، في انجاز كبير، لان الحقيقه المنتخب يضم مجموعه من اللاعبات الممتازات الحقيقه، واللي حققوا مع فرقهم ومع المنتخبات قبل كده نتائج جيده. طيب هنروح للتنس الطاوله. تنس الطاوله بدا الدوري خلاص، بطولة عربية خلصت، كسبناها رجال وسيدات، رحنا مع منتخب مصر ادينا اداء كويس، ابطلنا هناك. القرعه اتعملت في الدوري، يعني جه النادي الاهلي في المجموعه الاولى. مين المجموعه الاولى؟ طنطا، الحوار، العاب دمنهور، اسوان، مسيحيه القاهره. طيب النظام هيكون ازاي؟ النظام هيكون ذهاب واياب، هتلعب الفرقه رايح جاي، والبطوله هتبتدي يوم 8 اكتوبر، وكل ماتش هيبقى من 5 ماتشات فرديه، اللي بيكسب 3 بيكسب المباراه. وزي ما حضراتكم عارفين دي صورة أبطالنا طبعا، ده كأس البطولة العربية البيئة اللي بيشيله، ودي صورة في النادي أكيد. وخلينا أقول لكم أنه طبعا تنس الطاولة من مش محتاج أتكلم عنهم، يعني مش محتاج أتكلم عن إنجازاتهم واللي عملوه، وينتظرهم موسم طويل، موسم شاق زي ما أنتم شايفين المجموعة دي. المجموعة الثانية يعني أكيد هيكون فيها الزمالك، فيها إنبي، زي ما كان هم دول الطرفين النهائي السنة اللي فاتت، أكيد طالما مش معانا أكيد هم في المجموعة الثانية. بيقود الجهاز الكابتن اشرف فتاح، ومعاه كابتن اشرف صبحي واحمد عياد مدربين، واحمد حامد مديرا اداريا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح اداريين. كل التوفيق لتنس الطاوله. نروح لتنس الطاوله سيدات، نفس الكلام، القرعه اتعملت، الاهلي مع الزهور والاولمبي والاعلاميين بقرعه دوري سيدات تنس الطاوله. دي صوره من اهلي مدينه نصر بكاس البطوله العربيه، بعد ما رجعوا من المطار اتجهوا فورا لمدينه نصر او النادي الاهلي مدينه نصر، والتقطوا بعض الصور التذكاريه. الماتشات هتبتدي برضو 8 اكتوبر، وهتكون بنظام الذهاب والاياب ارض برضو 5 ماتشات فرديه، اللي يفوز بثلاثه يفوز باللقاء. ويقود هو لسه جاي لي خبر انه كسب حالا، ويقود جهاز تنس الطاوله كابتن اشرف عبد الفتاح مدير فني، ومعاه كابتن عادل شومان مدرب عام لفريق السيدات، واحمد حامد مديرا اداريا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح اداريين. كل التوفيق لتنس الطاوله. يعني زي ما بيقولوا، زي ما قلت لكم او احنا بنقول طول الوقت في حلقاتنا، في العاب عريقه في النادي الاهلي، تنس الطاوله منها. هنلاقي التنس الارضي النهارده الحلقه النص الثاني من حلقتنا، ضيوفنا في تنس الارضي، وهنقول لكم الدنيا يعني بتدار ازاي. عندنا مثلا كره القدم طبعا من الالعاب العريقه في النادي الاهلي، هتلاقي الووتر بولو ايضا من العاب السباحه. كل ده العاب من بدايه انشاء النادي الاهلي، هتلاقيها بعد فتره قليله بدات تبتدي في النادي الاهلي. فتنس الطاوله من الالعاب دي، وكنا عملنا تقرير لو تفتكروا حضراتكم من تاريخ تنس الطاوله في النادي الاهلي وبدايته كانت سنه كام. وده حقيقه مهم جدا ان احنا دايما نكون متابعين تنس الطاوله، لانها خرجت وبتخرج كوادر كبيره جدا لمنتخب مصر. هنروح للاخبار المحليه. خبر سعيد جدا اسعدنا، الاتحاد الدولي للكره الطائره اعلن رسميا تاهل منتخب الطائره كثالث افريقيا يلعب بطوله العالم القادمه.
الاتحاد الدولي لكرة الطائرة برئاسة البرازيلي آري جراسا أعلن قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة العالم اللي جاية واللي هتتلعب في روسيا في صيف 2022. القائمة دي ضمت 24 منتخب من ضمنهم منتخبنا الوطني، يبقى كده 3 فرق دخلوا من أفريقيا، وده عن طريق التصنيف العالمي لأن منتخبنا كان في التصنيف 19 عالميا. منتخبنا كان جه في المركز الثالث في بطولة أفريقيا اللي فاتت اللي كانت في رواندا بعد ما فزنا على المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3-1 بالتوفيق لمنتخب الطائرة. وخليني اقول لكم احنا كنا حزنانين ان المنتخب ما خدش بطوله افريقيا، بس تاهله لبطوله العالم اكيد حاجه تسعدنا في ظل الظروف الصعبه اللي تعرض ليها منتخب مصر، سواء الاعداد، ضعف الموارد، الحاجات دي كلها. كونه يتاهل بطوله عالم في ظل الظروف دي، لا ده انجاز كويس وحاجه طيبه. نتمنى انه وزاره الشباب والرياضه، وزاره الشباب والرياضه تبتدي تعد الفريق كويس. يعني ليه بقول وزاره الشباب والرياضه؟ لان طبعا عارفين حضراتكم انه دلوقتي في لجنه مؤقته هتدير الانتخابات وهيجي اتحاد جديد، اتحاد جديد مش هيبقى يلحق يعمل حاجه، فلازم وزاره الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي طبعا اللي هو والد او اخ كل الرياضيين لازم يركز مع المنتخب ده وتعمل له اداءات كويس قوي، لان لو الوزاره ما تبنتش ده مفيش اتحاد، لسه الدنيا مش ستيبل. الانتخابات اخبارها ايه؟ امتى اتحاد جاي؟ هيفوت 6 أو 5 شهور عقبال ما يجي اتحاد ويستقر، مش هيبقى فيه فتره، وهيبقى فيه تسليم وتسلم للاتحاد، ملهاش حل تاني غير وزارة الشباب والرياضة تتولى رعاية هذا المنتخب. وبرضه خلينا نتوقف شوية، يعني بالرغم ان احنا كنا زعلانين ولكن التأهل ده بسطنا، وان المنتخب يجي في التصنيف 19 عالميا ده حاجة كويسة جدا برضه، حاجة مش وحشة. يعني لو ربنا كرمنا وعملنا ماتشات او ماتشين كويسين في بطولة العالم ممكن التصنيف ده نوصل لأحسن 12 أحسن 13 الفريق في العالم. بس الحقيقه وضع كره السله هو اللي مزعلنا شويه، وضع كره السله رجال المنتخب انه ياخد 11 افريقيا ما زال مزعلنا. املنا ان احنا نتاهل لكاس العالم، ولكن التصفيات عنيفه جدا، تصفيات كاس العالم كره السله تصفيات عنيفه جدا جدا جدا. مجموعتك قويه هترد بعد كده على مجموعه تانية قويه، يعني مش باصين قوي ان احنا خلاص على اللي فات، ولكن لازم ان شاء الله منتخب مصر يتأهل لكرة السلة. غبنا فترة طويلة، محتاجين تاني كرة السلة المصرية ترجع. كنا وصلنا الترتيب حاجة و30 عالميا، دلوقتي رجعنا لحاجة و60 عالميا، محتاجين نرجع تاني لوضعنا الطبيعي ان احنا على الاقل في افريقيا نبقى اول او تاني او تالت فرقة في افريقيا في البطولات كلها. نتمنى كل التوفيق لكرة السلة المصرية زي ما كرة الطائرة نجحت انها تتأهل لبطولة العالم. طيب انتوا تابعتوا معانا على برنامجنا سلسلة البطولات العالمية اللي نجحت الدولة المصرية في استضافتها وتنظيمها بشكل كبير جدا. 350 لاعب ولاعبة من 15 دولة بيشاركوا في بطولة العالم للرماية اكتوبر القادم، الشهر اللي جاي في بطولة عالم للرماية هتنظم على أرض مصر. اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرماية الأطباق المروحية أعلنت عدد الدول المشاركة في البطولة اللي هتتلعب في الفترة من 11 ل 18 أكتوبر اللي جاي. البطولة دي هيشارك فيها 350 لاعب ولاعبة من 15 دولة، هم إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال، الأرجنتين، أرمينيا، التشيك، المجر، اليابان، لبنان، سوريا، السعودية، بجانب مصر. البطولة دي هتتلعب على ميادين الرماية بمدينة نصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، دي حاجة جيدة جدا جدا جدا. وهيكون حفل الافتتاح بتاعها يوم 12 أكتوبر اللي جاي بإذن الله. دكتور أشرف صبحي بيعمل اجتماع دولي أو اجتماعات دولية مع اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية دوريه، واللجنه المنظمه عشان اجتماعات دوريه عشان تخرج البطوله باحسن شكل. وعايز اجيب لكم حاجه من الكواليس، عايز اجيب لكم حاجه من الكواليس ده، يعني الحقيقه انفراد الحقيقه لبرنامج الابطال. الدوله المصريه حريصه زي ما قلت لكم على تنظيم البطولات العالميه على ارض مصر. الجديد بقى ومن الكواليس ان مصر بتسعى لاستضافه بطوله العالم للانديه لكره السله اللي بتنظم لاول مره بعد غياب فتره طويله، وبيشارك فيها 4 فرق عالمية، بطل أمريكا الجنوبية وبطل أفريقيا، وهيشارك فيها ممثل على مصر نادي الزمالك. مصر بتحاول تستضيفها، ووصلنا لمرحلة متقدمة جدا 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 في المفاوضات مع الاتحاد الدولي، والوزارة داخلة بقوة، وزارة الشباب والرياضة كضامن حكومي لهذه البطولة. البطولة دي من الكواليس، وجايب لكم خبر يمكن ما فيش برنامج في مصر هيجيب لكم الخبر ده. البطولة في شهر فبراير القادم، البطولة في شهر فبراير القادم، وبتنظم لأول اتحاد الدولي لكرة السلة بينظمها بعد غياب سنين طويلة. يعني يمكن احنا هجيب لكم بقى استعراضي عشان الوقت، هجيب لكم استعراض لآخر مرة اتنظمت ومين فاز بيها، ولكن بعد غياب طويل اتحاد الدولي لكرة السلة قرر يرجعها تاني. مين اللي هيشارك؟ اللي هيشارك نادي الزمالك ممثل عن مصر، وأبطال القارات كلهم هيجوا على أرض مصر بنسبة كبيرة. أنا بقول أهو خليكم فاكرين انفراد لينا بنسبة 90% البطولة هنا إن شاء الله. الاختلاف بس على بعض الامور البسيطه وبتتحل،
وتقريبا 80% من الامور دي اتحلت. فان شاء الله ده خبر من الكواليس، ونتمنى طبعا شكل، خلي بالكم بطوله افريقيا لكره السله برعايه الام بي اي، يعني البطوله دي هتتشاف كويس قوي في امريكا، دعايه لمصر قويه جدا، دعايه للطفره اللي بتحصل انشائيه في مصر. خلي بالكم في ميزه كمان، ممكن تقام هذه البطوله، الله اعلم، ما اعرفش، ممكن البطوله دي تلحق تتنظم في العاصمه الاداريه. احنا شايفين الرمايه اهو، الرمايه نجحوا ان هم هيعملوا البطوله في مدينه نصر، ميادين الرمايه بمدينه نصر الدوليه للالعاب الاولمبيه في العاصمه الاداريه الجديده. يعني الدنيا بدات اهي، ايه اسم العاصمه الاداريه يجي، او المنشات الضخمه في العاصمه الاداريه بدا يجي بجمله مفيده اهو، يعني بنقرب، الحلم بيقرب. فممكن باحتمال كبير البطوله دي تبقى العاصمه الاداريه اكبر دعايه لاكبر مشروع قومي اتعمل في البلد، عاصمه على مستوى عالي جدا، جنريشن جديد جدا من المدن والعواصم العالميه بتتعمل على ارض مصر، هيبقى حاجه كويسه. انا اجيب لكم الكواليس، ودي حاجه ان شاء الله ننفرد بيها ببرنامج الابطال. منتخب شباب اليد يفوز على اليرموك الكويتي استعدادا لبطوله افريقيا. منتخب شباب كره اليد بقياده كابتننا الكبير كابتن صابر حسين ابن النادي الاهلي فاز على نادي اليرموك الكويتي بنتيجه 29-18. ده طبعا كابتن ايمن صلاح عضو اتحاد، وكابتن صابر حسين المدير الفني طبعا هو المشرف على المنتخبات. الماتش الودي اتلعب على صاله المركز الاولمبي في المعادي. المنتخب بيستعد لبطوله كاس الامم الافريقيه واللي هتكون في شهر 8 من السنه الجايه. شوف بصوا، بيستعد المنتخب قبليها بسنه، المنتخب بيستعد قبليها بسنه، هو ده اللي بيميز منتخب او اتحاد كره اليد. للاسف باقي الاتحادات بتشتغل ازاي؟ عندنا بطوله في شهر 8، تجمع في شهر 7، معسكر ضعيف في شهر 7، نروح نلعب بطوله نخسر. ما ينفعش، لازم المنتخب يكون، انت عندك بطوله كمان سنه، المنتخب قبليها بسنه ونص متجمع، الفرقه دي بتتجمع كل اسبوع جمعه وسبت وحد بيتمرنوا، ودول منتخب شباب. يعني انا بجيب لعيبه دي من انديتهم، وخلي بالكم لما بيجيب اللعيبه من الانديه ما بيجيبش ال 12 او ال 16 القايمه، لا بيجيب القاعده بقى، بيجيب 24 30 لعيب جايين من انديتهم بيتجمعوا بيلعبوا، يبقى انت بترفع مستوى 30 لعيب، بتعمل قاعده دلوقتي اهو. منتخب اليد بيعمل قاعده للعيبه اللي بتلعب دلوقتي، يا فرحه قلبي لما لعيبتي تكبر ما بقاش عندي استمراريه. فهم باصين على منتخب الشباب ده عشان بيستعدوا بطولة افريقيا، بطولة عالم، لما يجي الجيل اللي موجود ده يكبر بعد 4-5 سنين تدي لعيبه منهم تكبر، ابص تحت الاقي عندي 3-4-50 طالعين زي النار، 3-4-5 لعيبه طالعين زي النار. شفتوا فرق السرعات؟ طب ليه ما بيحصلش كده؟ ليه ما بنوحدش السياسات في كل الاتحادات زي ما اتحاد كرة اليد عامل؟ هنا يجي دور الدولة، دور وزارة الشباب والرياضة، ما ينفعش ابدا يتساب الموضوع في ايد الاتحادات. انا بتكلم بكل امانه، ما ينفعش الاعداد يتساب في ايد الاتحادات فقط، لان قد اخطئ وقد اصيب. ولكن الدوله المصريه ممثله في وزاره الشباب والرياضه بالامكانيات والكوادر والتخطيط تقدر تحط ايديها، يا جماعه وروني هتعملوا ايه، الاعداد ازاي، فين منتخبك الشباب. لازم الدنيا ترجع زي زمان، لازم زي زمان لما كنا احنا بنلعب في التسعينات والثمانينات، كان دور وزاره الشباب قوي جدا ومراقب جيد لاعدادات المنتخبات والفنيات كمان. مش عيب ان انا اتكلم مع الناس، انتوا عاملين ايه، رايحين فين، فين منتخب الشباب، فين منتخب الناشئين، الفريق الاول اعداده ايه، لا ده مش كويس، زود، قلل، هات اللعيب ده من بره. لازم ترجع تاني، ما نسيبش الموضوع للاتحادات. يا جماعه عايزين نعمم تجربه منتخب اليد، ولكن لو سبناها، طب ما احنا بقى لنا 20 سنه بنقول يا جماعه اتعلموا اتحاد كره اليد، اتعلموا اتحاد كره اليد، محدش بيتعلم. خلاص احنا كدوله نفرض الكلام ده، انه يبقى نظام وسيستم على كل الاتحادات. وانا كل ثقه الحقيقه ان طبعا كل ده هيتعمل، كلها حاجات اداريه بتتظبط، وكلنا ثقه في الدكتور اشرف صبحي ان شاء الله انه يقدر يظبط الدنيا دي كلها. طيب شوف احنا لسه بنقول ايه الخبر الجديد او الخبر اللي جاي. وزير الرياضه يلتقي بلاعبي منتخبات رفع الاثقال، منتخبات مصر رفع الاثقال. ليه بقى؟ انتوا عارفين ان الاتحاد ده طبعا دي صور من اللقاء، انتوا عارفين طبعا انه رفع الاثقال تم رفع الايقاف عنه منذ ايام، خلاص الايقاف السنتين، شكرا احنا كده جاهزين نشارك في البطولات الدوليه. اللعيبه عندهم طموحات، اللعيبه زعلانه، اللعيبه عندهم مشاكل، الاتحاد مش قادر يحل، جه هنا دور الدوله المصريه. هو ده الكلام اللي كنت بقوله، والله انا مش فاكر ترتيب الاخبار، انا قريتها طبعا قبل ما اطلع الهواء، ولكن مش فاكر ترتيب الاخبار. لسه بقول لكم دور الدوله اهو موجود، تعالوا يا اسره اللاعبين، بس دكتور اشرف صبحي قاعد مع اللاعبين بس ليسمع شكوتهم، اعدادنا ده. انا عرفت كمان موضوع غريب جدا، ان في لعيبه ولعيبه مهمه جدا
ومفروض تشارك، الايقاف رفع عنها، نسوا يبعتوا اسمها في بطوله العالم اللي جاي. يعني الاتحاد نسي يبعت اسمها بطوله العالم اللي جاي. طب ازاي الاخطاء دي بتكلفنا ميداليات وبتكلفنا ترتيب في الجدول في الاولمبياد ما احناش راضيين عنه، فلازم هنا دور الدوله. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه قابل لعيبه منتخبنا الوطني رفع الاثقال واتكلم معاهم عن كل شيء، عن استعداداتهم لبطوله العالم اللي جايه، ولا تكون في مدينه طشقند باوزباكستان في الفتره من 7 و17 سبتمبر. الوزير حفز اللاعبين واكيد سمع مشاكلهم، اكيد سمع مشاكلهم. خدتوا بالكم مفيش حد قاعد، هو واللاعبين. وده دور الدوله المصريه وده دور وزاره الشباب والرياضه، عايزين يرجع بقوه، يرجع بقوه. ولازم كل اتحاد او كل حد بيدير رياضه ما قدرش يعمل حاجه لمنتخب او ما قدرش فكره يطبق حاجه، نقدر يبقى الوزاره ليها قرار او ليها كلمه عليا، لان مصلحه مصر والصالح العام. وشفنا بيان الوزاره اخر كلمه فيها كلمه مهمه جدا، الصالح العام للرياضه المصريه هو ده اللي هتعمله الوزاره. كل الشكر للدكتور اشرف صبحي على دعمه للرياضه. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان نروح نستقبل ضيوفنا، مدير فني ولاعبين 16 وناشئين وناشئات التنس الارضي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بكابتن محمود عبد المبدي مدير الفني لفريق التنس الارضي. اهلا بيك يا كابتن محمود. اهلا وسهلا. منورنا والف مليون مبروك على الانجازات الجميله اللي اتحققت الفتره اللي فاتت. الله يخليك، الله يبارك فيك. شكرا. معانا كابتن احمد ياسر حسني، لاعب 16 سنه مواليد 2005 بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك والف مبروك. يعني الله يبارك فيك. ما جتش بالكاس بس يلا هنعديها لك. الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. كابتن محمود، يمكن الفتره اللي فاتت شهدت تفوق 16 سنه او المرحله اللي لعبت هي 16 سنه. ولاد الحمد لله فوزنا بالمركز الاول، ناشئات فوزنا بالمركز الثاني. يعني شايف ده كان متوقع ولا ايه؟ والله السنه دي كان عندنا فرقه كويسه قوي، 16 ولاد وبنات الاثنين، ناشئين وناشئات، كان عندنا فرقتين كويسين قوي. وكان عندنا عناصر كتيره كمان كويسه، لان 16 دلوقتي اول سنه يتعمل نظام جديد اللي هو بنلعب 9 ماتشات. فبنلعب 6 سينجلز وثلاثه دبلز، ده في كل مرحله، يعني في الولاد كده وفي البنات كده. فمحتاج طبعا عشان تحقق مركز زي كده اول او تاني يكون عندك مجموعه كبيره من اللعيبه. طب هل اللي ممكن اللاعب سنجل ادخله في الدبل ولا كان مسموح لنا كده؟ فكنا ممكن نلعب بمينيمم 6 لعيبه، بس يبقى مينيمم 6 بيلعبوا يعني سنجلز. وطبعا بقى مع طبعا الماتشات ممكن يكون ماتش طول حاجه، فتحتاج طبعا عناصر تانية. في ناس مميزه في الدبلز، في ناس مميزه ممكن في السنجلز. تغير الاسامي اثناء البطوله. يعني انت دخلت النهارده اليوم المنافسات بدا، كتبت سجلت 6 هيلعبوا الفردي مثلا والزوجي، هل ممكن حصل لا قدر الله اصابه، لا قدر الله لعيب حسيت انه مش جاهز اجهد، ممكن تغير في الاسامي اثناء المنافسات؟ اثناء المنافسه لا، لازم قبل اليوم. يعني احنا بنسجل الاسماء بتاعه السنجلز قبل في بدايه اليوم. على مدار اليوم لو حصل حاجه خلاص ما بقدرش اغير. فالحمد لله يعني كنا متوقعين فعلا ان احنا نروح لمركز اول ولاد وبنات. وكان موضوع فرق بسيط قوي يعني في البنات، عملوا اللي عليهم يعني الدنيا مشيت كويس. كانت سموحه باين المركز الاول صح؟ كان سموحه وقف على نقط بسيطه جدا يعني. في التنس بقى خلاص يعني بالنسبه لي كده بقت نصيب يعني الموضوع. لا جميل جدا يعني. وان شاء الله لا ده هنتكلم بالتفصيل. اول مركز كويس. لا هنتكلم بالتفصيل. بس خلينا نطلع التقرير اعزائي المشاهدين. يعني بيقول قصه او مشوار، بيتكلم عن قصه او مشوار تتويج الناشئين ببطوله الدوري. خلينا نشوف كده وجع حضرتك. نجح فريق التنس بالنادي الأهلي للناشئين تحت 16 سنة في الفوز ببطولة الدوري العام، وذلك عقب تخطيه لجميع منافسيه في البطولة عن جدارة واستحقاق. وبدأ ناشئو القلعة الحمراء مشوارهم في البطولة بالفوز على جزيرة الورد بنتيجة 9-0، والتي أقيمت على ملاعب النادي بالجزيرة، قبل أن يفوز على هليوبلس الشروق بنفس النتيجة وعلى نفس الملعب، قبل أن ينتقل الفريق للعب على المراحل النهائية والتي أقيمت على ملاعب نادي سماش بالخمايل، وفاز فيها على وادي دجلة بنتيجة 6-0 في منافسات الفردي وعدم خوض منافسات الزوجي. واستطاع أبناء القلعة الحمراء الفوز على صيد الدقي في النهائي بنتيجة 6-2 ليتوجوا باللقب. ويضم فريق تنس الأهلي للناشئين كلا من أحمد ياسر حسني، مصطفى هشام سيف، عبد الرحمن خالد عطلة، نجاد رضا عزت، بلال خالد الشرقاوي، أدهم مختار غباشي، سيف هشام الشرقاوي، ياسين محمد عز الدين، عمر عماد علي، محمد هشام شفعي، محمد أحمد إبراهيم حنفي، وعمر محمد شعبان.
ويرأس جهاز التنس بالأهلي طارق صبحي ومحمود عبد المبدي كمدير فني، وأحمد منير مدربا عاما، وحسن صوفي مدربا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرا إداريا. ويأمل مسؤولو المارد الأحمر لتصدير العديد من المواهب لمنتخبنا الوطني والسعي على خطى ميار شريف نجمة النادي الأهلي والتي وصلت إلى العالمية وحققت الكثير من الألقاب والإنجازات خلال الفترة الماضية. اهلا بحضراتكم من جديد. احمد يمكن اجي لك، ما شاء الله شفنا في التقرير يعني لقطات ليك في المباراه، وكلمني انت لعبت فردي مع الست المغريات. لعبت فردي الست المغريات. كسبت كام في الفردي؟ والله انا الماتشات كلها لعبناها، انا الحمد لله ربنا كرمني وكسبت الماتشات كلها. يمكن في كم مجموعه يعني في مثلا نقول، خلينا نتكلم في الماتشات، يعني انت لعبت كام مباراه؟ احنا لعبنا من اول المجموعات لحد الدور قبل النهائي والنهائي، لعبنا 4 ماتشات. انا لعبت فيهم 5 ماتشات، 3 فردي و2 زوجي، والحمد لله ربنا كرمني وكسبت الماتشات كلها. طب على المستوى الفردي المجموعات، يعني عدد المجموعات كام؟ 2-0 2-1 يعني؟ والله هو كان اقوى ماتش ايه يعني؟ انا بسال ليه عشان اعرف اقوى مباراه كانت ايه بالنسبه لك. هو اقوى ماتش كان ماتش النهائي طبعا. كنت بلعب يعني ولد كويس من الموجودين في نادي السد، و الماتش كان صعب لانه ماتش نهائي وماتش دوري يعني كان مهم، والحمد لله يعني ربنا كرمني وكسبت. طب خلينا نتكلم عن يعني يمكن الزوجي انت كنت بتلعب اكيد مباراه، ده قلت لعبت 3 فردي واثنين زوجي. الزوجي لعبتهم في انهي ماتشات يعني؟ لقاء الصيد ولا لقاءات قبل كده؟ انا لعبت فردي في لقاء الصيد ونادي وادي دجله ولقاء نادي لوبلس الشروق. والمنافسات كانت على كام يوم تقريبا؟ هو المجموعات اللي اتلعبت في حوالي 3 ايام، والقبل النهائي والنهائي اللي اتلعبوا على يومين ورا بعض. يعني انت البطوله كلها والدوري كله كان 5 ايام صح؟ كان 5 ايام. طيب وخلينا نتكلم عن يعني انت من اولاد النادي الاهلي صح ولا انا غلطان؟ والله انا كنت بلعب في نادي سماش. يعني ده لعبت فيه من انا صغير، وانتقلت للنادي الاهلي. عندك قصه الانتقال ايه يعني؟ جيت سن كام؟ احكي لي بقى التفاصيل. انا يعني جيت للنادي الاهلي الموسم اللي فات. تمام. طبعا يعني شرف لي ان انا اكون موجود في النادي، والناس كلمتني ويعني ما اتاخرتش الصراحه وجيت على طول. طب يعني طموحاتك ايه؟ يعني اكيد برضو انت ليك طموحات، اكيد انت شايف ان النادي الاهلي ده خطوه انت ان شاء الله تنضم له، وبعد كده باصص لحاجه. هل انت باصص تطلع جامعه مثلا؟ خلاص انت 2005 على 16 سنه بنتكلم في سنتين وهتبقى جامعه. هل باصص تطلع بره؟ عايز تجرب صفوه، تجربه صفوه؟ عايز يعني كلمني عن طموحاتك. انا بصراحه يعني انا كاحمد انا نفسي ان انا اكون حاجه يعني فريده من نوعها في التنس، ان انا اكمل زي المشوار بتاع محمد صفوت، لكن يعني ان شاء الله هعمل حاجه احسن واكون حاجه جديده في التنس يعني في التنس. يعني انت عايز تبقى يعني يمكن تجربه ميار وصفوت خلت اللعيبه تتشجع ان احنا نقدر. يعني ميار دلوقتي دخل بقى 83 تقريبا عالميا على ما اتذكر اخر خبر كنت 73 كمان 74. يعني قصدي اقول لك بتقفز قفزات كبيره في التصنيف أكيد. فده بيتهيألي بيخليك تتحمس. احنا كده كده عندنا البوتنشال اللي خلينا نعدي ونشرخ في الترتيب العالمي ونكون من الاوائل كمان. بالظبط. بس هي كلها في الثقه، واحنا يعني الحمد لله الجيل ده الثقه فيه عاليه شويه، فاحنا ان شاء الله هنعمل حاجه. وانا يعني احب ان انا اكون انا اللي موجود في المكان ده لاول مره يعني. طيب كابتن محمود، ليه احنا في الناشئين يعني شايف ما شاء الله بوتنشال وحماس ولعيبه يعني ما شاء الله زي الفل؟ انا شفته حتى في التقرير تحركاته في الملعب جيده. ليه على مستوى الناشئين بنبقى طالعين المطلع ده، وبعد كده لما نوصل على مستوى الرجال او السيدات نلاقي الدنيا بتقل والدنيا بتبعد خالص؟ لا، هي بص، هي مش فكره بتبعد خالص. انت عندك على مستوى الناشئين بيبقى عندنا عناصر كويسه جدا، في منهم الفترة الأخيرة اهتموا بالقصة ان هو يشوف جامعات في أمريكا. دي طبعا بيبقى الرجوع بعد الجامعة بيبقى مش سهل. يعني ميار بسم الله ما شاء الله قدرت ان هي تكسر القاعدة دي ورجعت بعد الجامعة في أمريكا وعملت نتائج كويسة قوي، بس الرجوع بعد 4 أو 5 سنين في الجامعة انت مش بتسافر، مش بتبعد عن الليفل المفروض تلعب فيه وتبدأ تحقق. في ناس بتبقى شايفة عايزة تبالانس الاثنين، يعني برضو عايزة يبقى معاها كارير
في نفس الوقت تنس. في ناس بتاخد الخطوه من الاول زي صفوت خد الخطوه ومشي وكان وان شاء الله يقدر يعمل حاجه برده قبل ما يخلص الكليب بتاعه ان شاء الله يقدر يخش ويكسر برده زي ميار. انا شايف ان شاء الله ان الفتره اللي جايه في ناشئين عايزه تاخد التراك ده وبعدين برده هم شافوا دلوقتي اكزامبل نقدر نمشي عليه صفوت وميار اكزامبل في السيدات واكزامبل في الرجال. برده في حته ثانيه بيبقى ناقصنا شويه زي الناس طبعاً. تصدق كدعم بقى معنوي ومادي للناس اللي زي كده في الناشئين وياخدوا تجربه زي كده. الموضوع بدا يظهر شويه الفتره اللي فاتت مع ظهور ميار وصفوت بدا الناس تركز شويه مع الولاد دول. تعرف يا كابتن انا اقول لحضرتك حاجه، انا عندي يعني رؤيه يعني في الرياضه احنا في العاب المضرب نستطيع ان احنا نوصل لدرجات عاليه جدا حقيقي. يعني عندنا تنس الطاوله ما شاء الله، عندنا 5 اولمبياد دلوقتي سيد لاشين، مستوى الاسكواش ابطال العالم كلهم، عمر عصر طبعا في تنس الطاوله، عندك في الاسكواش مش عايز اقول حدث ولا حرج طبعاً. اول 50 لاعب طبعاً. في مستوى العالم هتلاقينا 49 لاعب من مصر يعني. فالتنس الارضي انا شايف ان احنا نقدر هي بس القاعده طبعا بتاعت التنس الارضي اكبر بكتير، فده طبعا اكبر بكتير. طب بالعكس المفروض يبقى كويس ده بس اصعب يعني، قصدي الصعود ليها برضو اصعب شويه يعني. بس هو زي ما بقول لك هي النقط البسيطه دي ان شاء الله يعني شايف الموضوع بيبقى رايح للاحسن، قصه الدعم سواء معنوي او مادي رايح للاحسن ان شاء الله. بدات الناس تصدق ان في ناس ممكن من مصر تكسر وتطلع وهكذا. طب هسالك سؤال دايما بيسالوه للاعبين بيسالوه الرياضيين يعني سؤال بيقولوا بالبلدي كده الفرخه الاول ولا البيضه. انا دلوقتي اللاعب عشان يجي له رعاه لازم يحقق الاول انجاز، وعشان حقق انجاز عايز رعاه، ما انا مش يعني فنحل المعضله دي ازاي؟ لا هو انا شايف هو الموضوع كله يعني انت بتكون زي ما نقول كده بتكون بطل. فلو هستنى يعمل انجاز فانا كده بقلل من فرصه الناس اللي عندهم بوتنشال ان هم يطلعوا. برافو عليك. انا لازم ابدا اعمل التجربه من الاول وابدا اخوض وابدا اجهز للولد ده بلان وخطه ان هو يسافر، واكيد في ناس منهم هتطلع وهتحقق. انما لو انا بتارجت ان الولد عقبال ما يظهر ابدا انا ادعمه، احنا كده بنقلل من فرصه ناس كتير. بنضيع 4-5 سنين طبعا. وفي ناس كتير عندهم بوتنشال مش قادره ان هي تسافر وتلف وتجيب بوينتس، لان انت خلي بالك التنس انت محتاج عشان تكسر مثلا الترتيب اللي زي ما نقول مثلا صفوت وما عارف، انت محتاج تقضي وقت كبير قوي طول السنه بره. ميار ما شاء الله من بطوله لبطوله من دوري بره ف... فمحتاجه طبعا حد يبقى معاك من الاول زي الدنيا من الاول يعني. طب يا احمد يمكن احنا مش عايزين نحبطك ولا حاجه طبعا المشوار طويل، بس خلينا نقول اول خطوه هي الجامعه اكيد محتاج تروح وتثبت نفسك، وممكن هناك في يعني في امريكا، لان هو طبعا امريكا جامعات امريكيه هي اكبر مصنع للابطال في كل الالعاب يعني مش أكيد. بس التنس أكيد. هل بدات من دلوقتي تراسل الجامعات؟ هل بدات دلوقتي تخطط ليك في الأكاديمية ان انت تقدر تلتحق بعد الجامعات دي؟ والله هو انا في الدراسه يعني بحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا ابالانس التنس مع الدراسه، خصوصا ان الاثنين يعني الوقت ده هو الوقت المهم اللي بيبان فيه مين اللي يستحق ان هو يعدي. ففي كجامعات في جامعات كتير بتراسلني وانا براسلها، بس لسه ما استقرناش على المكان اللي هنروحه، لان زي ما قلت لك انا عندي حلم ان انا اعدي وان انا هتعدي ان شاء الله اعدي يعني اعمل حاجه جديده في التنس المصري. فممكن ده يكلفني ان انا ممكن ما اروحش جامعه في امريكا، وممكن ان انا اكمل في البروفيشنال تنس، وده ممكن يعني يخليني ان انا اخش جامعه هنا في مصر بعدين. كويس. يعني عندك رؤيه كمان لمستقبلك. اكيد هي. لازم عشان لازم اخطط كل حاجه عشان لما اوصل للحاجه اللي انا عايزها تشوف الطريق المناسب ليك. مش لازم اكون بقلد حد، بس ممكن يبقى طريق مناسب ليا. طب خليني اسالك يعني انت بتمرن كم ساعه في اليوم؟ انا بتمرن في معدل حوالي 6 ساعات ل 8 ساعات في اليوم. 6 ساعات ل 8 ساعات في اليوم حاجه يعني. انا عايز اقول لك ان في العاب العاب بياخدوا ملايين، لو اتمرن له ساعتين في اليوم يبقى كده فله يعني بجد. والله بتكلم بجد يعني انت بتتمرن 6 ساعات و8 ساعات في اليوم. طب بتعمل ايه؟ بتتمرن اولا في اهل الجزيره ولا بتتمرن فين؟ بتمرن في اهل الجزيره، وبتمرن برده في نادي سماش اكاديميه سماش، عشان بحاول ان انا يعني اكتر الساعات ان انا اتمرنها. صحيح. مع المنظومه اللي تساعدني، ودي الحمد لله موجوده في النادي اهلي الجزيره وموجوده في النادي اللي انا بتمرن فيه. خليني اسالك سؤال، دايما بلاقي لعيبه التنس يا كابتن محمود يعني انا يعني مش عارف افهموني، انا قصدي اقول ايه، ما تلاقوش زي لعيبه الكوره كده عضلات وبنش وباي وتراي يعني تشوف نوفاك وتشوف اللعيبه دي كلها، بتلاقي لعيب معلش انا اسف يعني الا كده انا اسف اللي اقول يعني مش قوي جدا، بس فتنس
يعني حاجه رهيبه. اكيد فيدرال غيره يعني بتلاقي فتنس ويلعب ماتش 3 4 ساعات بتلاقي الدنيا. طب ازاي بتتمرن ازاي؟ والله هو كله بيعتمد على المدرب الفتنس بتاعي، هو اللي بيقدر يحدد لي الساعات اللي انا اتمرنها في اليوم، وازاي ان انا اقدر اوفق ما بين الفتنس الساعات اللي انا بتمرنها في الفتنس والساعات اللي انا بتمرنها في التنس، عشان اقدر ان انا جسمي ما يقوليش لا وانا بتمرن. طب بتروح جيم؟ اكيد اكيد في بروجرامز للجيم. اكيد طبعا، بس يعني يمكن شغل رجلين اكتر. والله يعني هي حسب على حسب الشخص. يعني في ناس بتحتاج ان هي تتمرن يعني فوت ورك في الملعب اكتر، وفي ناس تحتاج ان هي تعمل تقويات على جسمها اكتر. دول بيبقى على حسب يعني طريقه لعب الواحد. طب مين ماسك الاعلى؟ مثلا الاعلى اللي انت شايفه قريب لعبك وعايز تبقى زيه، مش لازم يعني في مصر وبره، مش لازم يعني في مصر. الاعلى في التنس يعني روجر فيدرر طبعا. طبعا كل الناس بتحبه. طيب أكيد. في مصر هل انت شفت حد يعني في مصر في نماذج كتير يعني في نماذج كتير ممكن يعني لو اتكلمت عنها للصبح مش هوفيها حقها يعني، بس هو يعني اكيد عمرو غنيم من اكتر الناس اللي عمرو غنيم طبعا ممكن ابص لها يعني في التنس المصري. طب يا كابتن يمكن برضو نفس السؤال، يعني انت حضرتك مدير فني والناحيه البدنيه برضو اكيد في الاخر بتصب عندك. يعني انا شايف ان الطفره اللي بتحصل للاعب هي طفره بدنيه، يعني انا بتهيألي ان لو اللعيبه الاسامي اللي احنا قلناها نادال او نوفاك او كل اللعيبه دي او فيدرال كل اللعيبه دي لو قلت بدنيا مش هتلاقيها. ده اكيد طبعا. طب بتقدر تعمل ده ازاي؟ هل احنا عندنا من الامكانيات البشريه والامكانيات الاكويبمنتس وفاسيلتيز ان احنا ناهل لعيبه التنس للمستوى اللياقه ده ولا لا؟ طبعا. هو يعني الموضوع برضو دلوقتي يعني كانفورميشن يعني الموضوع بقى واسع وكل الدنيا مفتوحه، فبرضو بقى عندنا ليفل من الكوتشز اللي هم الفيتنس كوتشز يقدر يوصل اللعيب هنا في مصر، يقدر يوصل اللعيب بدنيا ان هو يبقى جاهز ينافس على مستوى عالي. لا طبعا عندنا يعني عندنا سواء تنس او فتنس عندنا مدربين كويسين قوي يقدروا يجهزوا الولاد يوصلوا بدنيا على الليفل اللي هو الدولي. مش طبعا كل فتره بيبقى ليها الرجل بتاعها بالظبط كده، فالكسره اللي في الاول دي وان الولاد يقدروا يخشوا ينافسوا دوليا او كده، لا عندنا طبعا من الامكانيات والكوتشز سواء ريسورسز يعني هيومن او اكويبمنتس او كده اللي يأهلنا ان احنا نخش في القصه دي يعني ان شاء الله. صحيح. طب قول لي يا ابو حميد، يعني يمكن لعيبه التنس بيبقى ليهم تكتيك كده او اسلوب في اللعب، انت بتحب تلعب على الشبكه اكتر ولا ترجع ورا اكتر؟ والله انا طريقه لعبي ان انا احاول على قد ما اقدر ان انا اوزن ما بين الاثنين، ان انا اطلع على الشبكه والعب من ورا. بس طبعا انا طريقه لعبي الطريقه الهجوميه اكتر. لان ما انا خدت بالي في اللقطه. يعني ما شاء الله متحرك احنا عندنا احمد بالنسبه لنا احنا بنسميه جيم ستايل بتاعه اللي هو اجريسيف بيز لاين، يعني واقف على البيز لاين كده على الخط اللي ورا بس دايما بيهاجم دايما بينوع وبيحط الكره يمين وشمال وعلى اللاين. يعني الكره يعني دي برده لقطات ليك في 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 المباراه، ودايما قاعد على رجلك وبتاع. بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك. يعني انت هجومي، بس يعني زي ما قال الكابتن من البيز لاين ورا انت بتحاول تبقى هجومي اكتر، بس دي صعبه لان انت ممكن الكره تروح في الشبكه. فده الموضوع محتاج ساعات كتير لان الزاويه ممكن تختلف زاويه المضرب. صح، هي كلها برده بتبقى يعني غير الحركه والتكنيك اللي انا بلعب بيه، هي كلها برده تكون في المنتل يعني برده انك تكون مركز كل ضربه، انك انت تعرف توزن ما بين كل ضربه وضربه، انك انت ما تتعبش نفسك الكره كلها، انك انت تحاول انت تريح نفسك على قد ما تقدر في المعقول، ويعني على مدار الماتش انك تقدر تواصل ما تقعش في لحظه. هي كلها بتبقى يعني التنس مع الفتنس مع المنتل كل ده بيجمع بعضه في الاخر بيديك ستايل لعبك. بيديك. طب مين اللي خلاك تلعب تنس ارض؟ يعني ايه اللي خلاك تلعب؟ هل اخ كان بيلعب، اخت، ايه اللي خلاك تلعب؟ والله هو ما كانش في حد معين، بس هو يعني اهلي عجبهم الفكره كانت جديده في الوقت ده، ف يعني بدانا التنس في نادي سماش. و بس صعبه ومكلفه، يعني قصدي اقول لك مشوار اكيد اتناهد وقال لي يعني الراجل يعني يعني لعبه صعبه، يعني ما شاء الله عليك ان انت تختار اللعبه دي، اكيد في حاجه يعني لقيتها فيها ولقيت نفسك فيها اكيد. ويعني ما مجهود اللي بيحصل من الاهل والمنظومه اللي حواليا كلها يعني اكيد لازم يدوني انرجي ان انا اكمل، لان الموضوع صعب فعلا، خصوصا ان في مصر ما فيش الاهتمام القوي في اللعبه، فطبعا كل دول بيشجعونا
والحمد لله يعني بنوصل للي احنا بنقدر عليه، وان شاء الله هنكمل وهنوصل في حته حلوه يعني. ان شاء الله هتقدر يا احمد، وخلي بالك احنا ان شاء الله هنتابعك بامانه يعني. انا حاسس ببوتنشال كبير قوي في كلامك، وان شاء الله هنتابعك وهنبقى جنبك، لان انت الحقيقه يعني اديتنا طاقه ايجابيه، حسستنا ان ممكن التنس الارضي تشوف حد فيه كويس، وتقدر تمشي على خطى اللي سبقوك وتسبقهم كمان ان شاء الله. والله عندنا كمان نماذج جوه الاهلي يعني نفسها وصلت قبل كده، ويعني عندنا طبعا عمرو غنيم طبعا قعد في الاهلي كتير جدا، عندنا كابتن تامر الصاوي طبعا كان لعيب جامد جدا ووصل عالميا كتير ومدرب هايل طبعا طبعا، فاوريدي جوه الاهلي حتى في نماذج كتير وصلت يعني حتى من الرجال. ربنا يسهل ان شاء الله نشوف الفتره اللي جايه ناس ان شاء الله. ابو حميد احنا طبعا يعني هنضطر نطلع الفاصل، وعشان تنضم لنا طبعا نور احمد شافعي، بس احنا بنقول لك الف مليون مبروك، هنتابعك، شد حيلك، هتحقق حلمك، مش حد يقدر يوقفك، وان شاء الله احنا في ظهرك باذن الله ان شاء الله. بشكرك، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل عشان ينضم لينا طبعا نجمه فريق 16 سنه ناشئات نور احمد شافعي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب طبعا بنور احمد الشافعي اللي انضمت لنا في الاستوديو. اهلا بيك يا نور. يا حضرتك وما شاء الله يعني عملتي انجازات كنا نتمنى طبعا مركز اول، بس ما شاء الله انتم ماشيين كويس، وده ما يقللش ابدا من الجهد اللي انتم عاملينه. ميرسي. شكرا. كلمينا عن ماتشاتك، لعبتي كام ماتش، وصلتي فاينل ازاي، كلمينا عن البطوله. احنا ابتدينا في المجاميع لعبنا ماتشين مع مين؟ مع سيد اكتوبر وسيد قطاميه. تمام. بس كنا بنكسب بالسنجل فما كناش بنلعب دبل. لا تمام. سيد كناش بنلعب دبل، كناش بنلعب دبل، ولعبنا سيمي فاينل كسبنا 5-4. حلو. وخسرنا بقى من سموحه 5-4 برضه. كان الموضوع قريب جدا يعني. خسرنا فرق كورتين فعلا. يعني الدنيا كانت ماشيه ايكوال خالص، الموضوع خلص في اخر دقيقه يعني تقريبا. يعني يمكن ده حاجه، بس خلي بالك انا يعني مؤمن بحاجه، انه التنس لعبه صعبه زي تنس الطاوله زي السكواش، ممكن بوينت يغير لك الدنيا كلها. يعني ولاعب ممكن مش بوينت، ممكن لاعب مش متوفق النهارده يقلب لك موازين الفرقه كلها. فخلينا نتكلم. طيب انت متابعه ميار؟ يمكن ميار هي متابعاها. طبعا شوف ماتشاتها كلها. يعني على قد ما اقدر بحاول اشوف كل ماتشات فعلا. طب شايفه ايه اللي بيميز ميار عملته غير اللي قبليها عملوه؟ ميار التنس بالنسبه لها مش جول ملعب بس، بالنسبه لها حياتها كلها تنس. هي ظابطه اكلها، ظابطه يعني تمارينها، ظابطه فيتنس، تنس، كل حاجه. منتل، هي منتلي هي سوليد قوي ما شاء الله جوه الملعب. عندها سبيريت، مش اللي هو نازله العب، لا انا عندها ثقه بنفسها ان هي تخش ما بين الناس دي. مش اللي هو هم بعاد، لا انا هكمبيت معاهم وابقى كويسه. انت شفتيها وهي بتتمرن؟ ولا ما شفتهاش؟ لا حضرتها، شفت لها ماتشات انما تمرين ما حضرتيش. طيب شايفه ايه ناقصك؟ يعني انت عايزه تبقي زي ميار. يمكن كلمت مع احمد قبل منك، احمد كان بيقول لي انه شايف لي رؤيه في المستقبل، عايز اعمل ليا طريقين عايز امشيهم. انت شايفه رؤيتك ازاي عشان توصلي تبقي زي ميار ويمكن احسن كمان؟ حابه تسافري جامعه مش عارفه، تقريبا الاوبشن الجامعه ده هيبقى بعيد شويه، بس انا نفسي التارجت تاني العب جراند سلام جونيور. جميل. ده اول تارجت ليا. طب بس اول بطوله فين مثلا من بطولات الجراند سلام جونيور فين؟ بتتابعي؟ بيبقى في اجنده الاتحاد الدولي بتنزل. انت متابعه البطولات دي فين؟ هل نشنتي على بطوله معينه عايزه تروحيها؟ لا لسه. لا بس ده حلم عايزه تحققيه. طب من سن كام يبتدي يشارك في الجراند سلام جونيور؟ هو الوصول في الجراند سلامز انت بيبقى في عندنا تحت 18، بيبقى في بطولات دوليه هي اللي تحت اللي هي الاي تي اف. بتبدا بالرانك، يعني انت في الجراند سلامز مثلا بياخدوا اول مثلا سي اول 100، هم دول اللي بيخشوا البطوله، وبيبقى في ادوار تمهيديه، فانت بتحاول تزق في الرانكينج شويه بحيث انت تخش جوه الرانك زي ميار كده مثلا، فتبقى مؤهل انت تلعب الجراند سلام على طول من غير ما يعني المصنفين الاول اللي بتخش على طول، ما تخش تصفيات. بالظبط. والجونيورز نفس الكلام يعني؟ الجونيورز برضه نفس الفكره بالظبط، فانت بتحاول. هنا في بطولات دوليه تحت 18 كتير بتتعمل، الاتحاد كمان جاب لنا بطولات السنه دي اكتر شويه. ممتاز، حاجه ممتاز. كم بطوله تقريبا اتعملوا السنه دي؟ اعتقد يعني اعتقد في رينج 12 بطوله. احنا كنا برضو غطينا بطوله 12 ل 15 بحاجات اللي هتعمل في نوفمبر كمان. احنا غطينا بطوله كانت عملت في نادي التوفيقيه. كانت واحده منهم صحيح. 12 بطوله حوالي من 12 ل 15 تقريبا. كمان بالثلاث بطولات اللي في الاخر ولادنا بيشاركوا بناتنا فيها كده. وفي طبعا بيسافروا كمان بره بيحاولوا يحسنوا الرانكينج بتاعهم، واللي يقدر طبعا بيخش جوه الرينج بتاع الجراند سلامز، المؤهل الجراند سلامز بيبدا بقى يلعب الجونيور جراند سلام. طب نور شاركت في حاجه من دول ولا ما شاركتش؟ نور لعبت اي تي اف كتير. اي تي اف. طب قربنا من ال 100 ولا لسه؟
لا لسه شويه. لسه شويه بس لسه قدامي كام سنه يعني لسه. يعني ممكن هي 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 بدايتها 18 لسه هي لحد 18 سنه لحد. فهي لسه اوريدي دلوقتي نور يعني اخر سنه بالنسبه لها 16 فلسه قدامها سنتين ان شاء الله. كويس. يعني ممكن على اخر سنه بالظبط تكون الرانك بتاعك ياهلك. طب كويس يعني عندك مشوار ان شاء الله والنادي الاهلي اكيد يدعمها في القصه دي ويقف وراكي في بطولتين ثلاثه اربعه بحيث ان تقدر تحسني نفسك. طب هسالك سؤال يا كابتن. حلم عندنا يعني ان احنا ننظم بطوله دوليه في النادي الاهلي. هل عندنا الامكانيات ان احنا ننظم ده؟ الملاعب فيها الحاجه ولا رايك ايه؟ ودي بتيجي ازاي؟ هل انت بتطلب كنادي ولا الاتحاد اللي بيوكل لك ان انت تنظم البطوله دي؟ يعني لا احنا كامكانيات كنادي طبعا مؤهلين يعني كملاعب واريا للاستضافه البطوله يعني فاحنا مؤهلين. يعني مثلا على مستوى الفروع الثلاثه حضرتك برضو عرف الساده المشاهدين عندنا كم ملعب مثلا؟ احنا عندنا في الشيخ زايد 6 ملاعب وعندنا في الجزيره 8 ملاعب وعندنا في اهلميه نصر 9 ملاعب. يبقى عندنا 23 ملعب. بالظبط. 23 ملعب يصلحوا ان احنا نستضيف. لو هنستضيف بطوله طبعا ما بنقدرش نعملها على الفروع، لازم فرع معين هو اللي يستضيف البطوله بحيث ان الولاد يبقوا او اللعيبه يبقوا قريبين من اللوكيشن في كل حاجه بقى سواء تمارين او ماتشات او كده. فانا شايف ان احنا فرع الجزيره طبعا اهلميه نصر مؤهل عشان عنده اكثر من 8 ملاعب. فمؤهل استضافه طبعا بطولات دوليه. حضرتك بتتابع الثلاث ملاعب طبعا بيبقى كل مثلا اسبوع بتروح المكان تتابع فيه؟ طبعا معانا كمان مدير قطاع الناشئين شيسر زكي ومعايا احمد منير مدرب عام فهو المنظومه عامه بتتابع بقى. ويمكن يا كابتن المجلس الحالي كابتن محمود الخطيب ما كانش فيه ملاعب مدينه نصر انا فاكر صح ولا لا؟ احنا كان عندنا الملاعب اتغيرت يعني المكان. كان كان مكانها اللي هو العالي ده دلوقتي مكان الفوت كورت الكبير. ايوه. ودلوقتي نقلوا الكومباوند كله تحت فبقى عندنا 9 ملاعب. بقى ملاعب اكتر يعني ملاعب اكتر ومؤهله جدا طبعا ان هي تستضيف بطولات دوليه. يمكن ما خدناش الخطوه كمان عشان مشاكل بقى انت عارف الفتره اللي فاتت بتاعت الكورونا وكده طبعا فاستضافتها لسه صعبه شويه دلوقتي يعني. صحيح. طب نور يمكن اجي لك، انت عندك البطوله اللي جايه هتلعبي فيها ان شاء الله الدوري خلص هتلعبي بقى البطولات المحليه بطوله الاهلي بطوله الصيد. يعني عندك ايه اللي جاي؟ عندي اسماعيليه الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي في الاسماعيليه. دي بطوله الاسماعيليه نادي ايه اللي منظمها ولا مش عارفه؟ هيئه قناه السويس. نادي هيئه قناه السويس. هيئه قناه السويس. هي بطوله جي 1 يعني هي احنا عندنا البطولات تصنيفها جي 1 وجي اي فنور دايما في بطولات جي 1 وجي اي بالتارجت البطوله دي على اساس ان هي اعلى نقط. اعلى نقط زي السكواش بيبقى في برضه في بطولات بتبقى مصنفه تديك نقط اكتر. انت رايحه البطوله دي مش كده؟ ان شاء الله. وتقريبا كام لاعب مشارك ولا ما بتعرفيش ولا بتتعرف بعد الدرو ما بينزل؟ في المين درو بيبقى 32 لاعب. انت رايحه مين درو ولا ممكن تخش مين درو؟ مين درو على طول. انت تصنيفك كام على مصر دلوقتي؟ ولا لسه ما نزلش التصنيف السنه دي؟ تقريبا السته. بسم الله ما شاء الله يعني رانكينج عالي. هو بيتابديت كل اسبوع فعشان كده خدت وقت. كل اسبوع بينزل. كل اسبوع على حسب النتيجه في البطوله بيابديت الرانك بتاعها فهي يعني الحمد لله من اول السنه هي من جوه اول 8 يعني. هايل ده حاجه كويسه جدا. فانت مين درو؟ انت بقى من اللاعبات اللي ايه يقول لك ياه انا وقعت مع نور في دور ال 32 انا هطلع بره. لا بنتي بتلعب سكواش فعارف القصه دي ان انت لما بتقابل بطل في الاول بتبقى الدنيا، انما لما بتلعب التصفيات بيبقى اللي بعد ال 32. طيب بعد الاسماعيليه هل في بطولات دوليه من اللي الكابتن قال عليهم ممكن تشاركي فيها؟ في فيوتشرز وفي اي تي اف بس فيوتشرز اللي هم كبار بتبقى صعب ان انت تخش وكده. بيجوا لهم 17 سنه و18 سنه. لا دي فوق 18 دي رجال وسيدات يعني دي كبار يعني البطولات المصغره بتاعت الجراند سلام. ممتاز. طيب وانت مش هتشاركي فيها طبعا بس ممكن تشاركي في بطولات ثانيه دوليه ممكن تشاركي فيها؟ الاي تي اف اللي هم بتوع 18 سنه بس ممكن اشارك في الفيوتشرز. ما ممكن بتبقى برضو بتديكي نقط يعني حتى لو دخلت الدور الاولاني وخسرت تاخد نقط بتهيألي كده يا كابتن صح؟ يعني حتى لو شاركت في الفيوتشر. لا احنا عندنا لازم تكسب يعني لازم تعدي راوند على الاقل عشان تاخد نقط. يمكن السكواش غير السكواش يمكن لما بتخش بطوله وتخش دور حتى لو باي بتاخد نقط. احنا كنا زمان كده. كنت زمان كده بس عشان القاعده عريضه عندكم ما يقدرش يعمل كده. يعني ما شاء الله عدد يعني اللاعبات كتير. طيب هنقول البطولات يعني خلي بالك احنا لسه في بدايه الموسم. انا لسه بسال الكابتن قبل الهوا بقول له غريبا الدوري خلص اول الموسم؟ قال لي لا ما احنا نظام التنس كده الدوري بيخلص وبعد كده بتيجي البطولات المتفرقه. طيب وبطولات النادي الاهلي لو في بطوله النادي هتتلعب على انهي فرق ولا على حسب البطوله بتتلعب؟ لا هو يا اما بتتلعب في النادي الاهلي مدينه نصر يا اما في الجزيره بس اكتر في الجزيره. في الجزيره. طب قول يا كابتن احمد كان معانا من شويه ترتيبه الرانك بتاعه كام دلوقتي؟ احنا برضه نسينا نسال. احمد دلوقتي 2 على مصر. تاني ما شاء الله. على مصر. احنا عندنا بطوله بتتعمل في اول السنه ما عرفناش بس نستضيفها السنه دي بطوله جمهوريه في اهل الجزيره. وبيتعمل بطولات في اهل الشيخ زايد بس ما خدناش لسه جي 1 ولا جي اي بتتعمل جي 2
وبنعمل في اهلي مدينه نصر بطوله المفروض توقيتها اللي هو في الشهرين الجايين دول جي 1. ده على مدار السنه. طب يعني قصدي اقول لك ان انت الرانك ده قبل عدد البطولات ده، يعني الرانك ده مع عدد بطولات البسيط اللي اتعمل، لسه احنا مع بدايه الموسم ممكن الرانك يتغير. لا احنا الموسم عندنا من يناير لديسمبر. فانت دلوقتي تلعب مجمعات كتير، فكل مجمع بيتعمل على حسب النتائج بيبدا يابديت هو الرانك. لا تعالى ده معلومه حلوه جدا، انت عندك الموسم من يناير لديسمبر. احنا لسه ستيل في الموسم اللي فات. يعني انا فاكر ان ده بدايه الموسم. لا انتوا ماشيين عكس خالص الالعاب الثانيه. احنا التانية. ماشيين مع الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي السيزون بتاعه من يناير لديسمبر، احنا برضو من يناير لديسمبر. حلو جدا. السنه الماليه يناير لديسمبر. طب اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا على التنس الارضي، الموضوع مختلف، انا حتى بكتشف حاجات كتيره او جديده على الهواء. خلينا نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. نور يمكن اجيلك، انت من بنات النادي الاهلي، بداتي تنس امتى؟ بدات تنس متاخر شويه، وانا عندي 7 سنين مثلا او 6. 7 سنين متاخر؟ لا ان كل الناس بتبتدي من 3 و4 وكده. كم ده صح يا كابتن؟ الفتره دي يعني مش بنقول ان هي متاخر، بس طبعا كل ما بتبتدي بدري بيبدا يعني بيبدا يتفاعل اكتر مع اللعبه في سن ال7 سنين. طبعا اللي بيبتدي 6 غير اللي بيبتدي 4 يعني. طبعا بتفرق كتير، بس 3 4 سنين يقدر يشيل المضرب؟ ما هو في اوزان مختلفة. لا حتى لو وزني ضعيف جدا هيقدر يشيله ازاي؟ بيقدر خفيفة. بس خلي بالك انت ما فرقتيش كتير، يمكن 3 4 سنين انت برضه يعني 7 سنين 3 4 سنين ما شاء الله، يعني جسمك رياضي يعني مناسب جدا للتنس. بس خليني اقول لك انه بدأتي 7 سنين، مين اللي وجهك للعبة؟ هو أول موضوع جه بالصدفة، يعني أنا مامتي وبابايا كانوا بيلعبوا عادي، وبعدين أنا شفت اللعبة بيلعبوا تنس. عادي جدا. تمام. فأنا عجبني وكنت في أهلي مدينة نصر، وبعدين حتى كابتن مجدي كان معايا، وبعدين مرنت 8 سنين وكده، وبعدين بقى كنت فريق الأمل مع كابتن مجدي، وبعدين رحت فرقة في 12 سنة في الفرقة تحدي الأول، وبعدين 12 سنة. بس يعني انت من 7 سنين يعني دخلت على السرعه الخامسه مره واحده. بسم الله ما شاء الله، يعني ما خدتيش وقت، سبقت اللي بيلعبوا قبل منك كمان. يعني سبقتيهم ما شاء الله، يعني ما هو وضع طبيعي. انت سادس دلوقتي مصر وبدات 7 سنين، يبقى اكيد سبقت اللي كانوا بادئين معاكي او بادئين قبل منك كمان. طب قولي لي، يعني اكيد ليكي مثل اعلى، يعني شايفه طبعا ميار اكيد هي طبعا مثل اعلى، بس اكيد في حد وانت صغيره ما كانتش ميار موجوده، كنت بص لحد شايفه مثل اعلى ليك، انا عايز ابقى زي من زمان وانا بحب شاربوفا قوي. مين؟ شاربوفا. شاربوفا اللي هي اللاعبه الدوليه، لاعبه روسيه. ودي كنت شايفاها مثل ليكي. انا بحبها جدا في كل حاجه. وبتابع ماتشاتها؟ بس هي بطلت. لا يعني قصدك كنت بتابع ماتشاتها وقتها؟ كنت بتابع ماتشاتها على طول. طب ودلوقتي عندك استعداد تقومي بدري وتفتحي التلفزيون؟ اصل خلي بالك الماتشات بيبقى ساعات توقيتات مختلفه، يمكن الحاجات اللي بتعمل فرنسا وانجلترا والحاجات دي بتبقى قريبه من الحاجات اللي بتبقى بره، بتقومي لها بدري وتتفرجي عليها. بنفضل سهرانين وبنتفرج كل حاجه. يمكن الفرجه نص العلامه كابتن، صح؟ طبعا مهمه جدا اكيد. انت بتقول لعيبتك كده اتفرجوا وشوفوا وبتاع؟ طبعا كل ما يبقى في فرصه للولاد بيتفرجوا على الماتشات بتفرق كتير جدا طبعا. بيفهم كل حاجه، يعني بيفهم تاكتكس، بيشوف ال صحيح الماتش كامل على بعضه قد ايه الولد سوليد مركز في الاوقات المهمه. طب قول لي، اتعلم كتير طبعا. احنا كنا بنتكلم عن فاصل السلكشن بتاع اللعيبه، اختيار اللاعبين اللي تختارهم معاك في الفريق. موضوع صعب لان عندك قاعده عريضه جدا، 3 انديه 3 فروع. بتعمل ايه عشان الهيدك او الصداع ده؟ احنا دلوقتي ماشيين بلايحه كده الحمد لله ماشيه كويس، يعني بقى لنا فتره. انا عندي ترتيب تبع الاتحاد المصري للتنس بيبقى يتم اصداره في يناير وبيتحدث كل اسبوع، فده بيبقى مجمع تقريبا نتائج الولد او البنت على مدار السنه كلها، تراكمي على مدار السنه كلها. فده بيبقى بالنسبه لي انديكيتور هو اللي اختار بيه يعني. فانا باجي مثلا سي فرقه 12 سنه انا محتاج 12 لعيب، فباجي على مستوى 3 فروع بشوف ال 12 لعيب من الاهلي او ال 12 لعيب في الترتيب هم اللي بيبقوا موجودين معك عندي في الفريق. وبيبقى عندنا الفتره لحد تسجيل الدوري بتبقى فترة متغيرة شوية، لأن بيبقى بيتم فيها شوية بطولات وبيتحدث الرانك. وانس أنا سجلت الدوري دي الفرقة اللي أنا ببقى ملتزم بيها، حتى لو رجع تراجع لبعد بره ال 12 أو بره ال 10، لأن خلاص أنا مجرد ما بسجل بيهم هم دول لازم ألعب بيهم دوري فعلا. ما أقدرش أسجل حد تاني إلا لو اتفتح بقى القيد تاني من أول جديد. وكمان عشان أعرف أركز مع اللعيبة، لأن هم خلاص يعني هم دول بقى الدور بتاعي دلوقتي. طب لو عندك حد كان مصاب مثلا في سنة والرانك بتاعه اضطر يرجع؟ عندنا بقى طبعا بيحصل اكسبشنز كتير، لان مثلا
ولد جات له فتره فيها مشكله سواء اصابه او اي ظروف وقف مذاكره اي حاجه بنحاول طبعا دلوقتي نديله فرصه مثلا كتمرين ان هو يبقى معانا مثلا من يومين لثلاث ايام في الاسبوع مثلا احنا عندنا تمارين خمس ايام كل يوم يعني نور بتتمرن خمس ايام واحمد بيتمرن خمس ايام ولا على حسب ده خمس ايام ده الاساسي غير بقى الحاجات الاكسترا اللي هم لو بيزودوها معانا او بره يعني وفي طبعا الولاد دول طبعا بنبدا يبقوا معانا بنبقى برضو بنتابعهم سواء في الماتشات او سواء في التمارين بيجوا لنا يومين او ثلاث ايام على اساس ان هو ممكن الولد ده اول ما يبدا يخش تاني جوه التمرين يعمل نتائج ويحقق وساعتها بنضيفه للفريق بالتالي ده يعني فير اناف ان انت تبقى يبقى في مسطره واحده للكل وتبقى دي حاجه فير اناف وما تعملش اي مشكله خالص جوه الفرقه طب وليه يا نور يعني انت ليك اخوات مثلا بيلعبوا تنس معاكي؟ لا انا وحيده انت وحيده انت بس بتلعبي تنس طيب خلينا نقول انه في بطولات جراند سلام بتبقى كبيره يعني على مستوى اللعيبه الكبار شايفه اقوى فرقه اقوى بطوله من بطولات الجراند سلام يعني طبعا على حسب ارضيه الملعب بتختلف شايفاه اصعب حاجه ايه؟ اصعب حاجه اللعيب التنس اللي بيلعب عليها بالنسبه لي حاسه ويمبلدون مش جراس اللي هو النجيله صعبه بالنسبه لك ولا بالنسبه لكل لعيبه التنس مش يعني تقريبا مش عارفه بس بالنسبه لي انا حاسه انه حاجه صعبه ان انا العب على الجراس يعني ما عندناش هنا ما عندناش في مصر فدي احنا مش متعودين في مصر احنا نلعب عليها خالص احنا بنلعب حاجه واحده بس اللي هي الحمره دي او وعندنا هايت كورت عندنا هارد كورت عندنا هارد كورت هي الجراس طبعا اسرع من اسرع الاراضي يعني صعب الكره بتجري عليها بسرعه تجري وبتنام كده زي ما بيقولوا يعني الباونس بتاع الكوره مش عالي قوي فهي سريعه و صعب مش سهل وليها برضه جيمز كده معينه انت شايفاه ان اصعب حاجه تلعبي عليه بصراحه طب واكتر ملعب مفضل ليكي ايه تلعبي عليه ولانجروس عشان هي كلي واحنا متعودين عليها وكده دي بتبقى جميله بس دي بيبقى فيها زحاليق كتير دي يعني دي زحله وتروح بشوف يعني بتبقى فيها زحاليق صعبه شويه يمكن غير الهارد برضه تبقى الارض ناشفه بتبقى هل دي مريحه بيبقى يبقى فعلا الحاجات الزحلقه والحاجات دي اقل شويه في الهارد وكده الكلي طبعا اكتر ارض فيها زحلقه وفيها طبعا الريتشات فيها بتبقى طويله جدا والبوينتس فيها بتطول اكتر لان الارض ابطا فالبوينت شفت يعني انا عايز اقول لكم شوف كل لعبه فيها فنيات انا بكتشف معاكم يعني انا بالعين المجرده ببقى شايف طيب انت يعني لو لعبت على نجيله جربتي ان انت تلعبي وتقولي لا ممكن اكسب ولا لسه ما جربتيش الموضوع ده لا عمري ما جربت ان شاء الله تجربيها ان شاء الله تاخدي رانك عالي وتجربيها ان شاء الله يعني انا عايز اقول لكم ان الوقت عدى والله بس انا كنت مستمتع جدا وقد ايه مجهود بيبذل يعني طبعا كابتن محمود عبد المبدي مدير فني انا بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني واتمنى لك كل التوفيق ربنا يخليك نور طبعا احمد شافعي بنورتينا وشرفتينا واتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله تلعبي على ارض النجيله ان شاء الله في رولان جاروس باذن الله ان شاء الله اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا مع نجوم التنس الارضي في النادي الاهلي انتظرونا حلقه جديده مع الأبطال ونجوم جداد في حلقة جديدة مع الأبطال.